السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، أحوال طيبة، عواشر مبروكة. أرض جديدة الإخوان بنفس المنطقة إن شاء الله، مركز البرج مدينة خنيفرة. أرض الإخوان فيها عشرة كتار، محفظة مركز البرج مدينة خنيفرة. كما كتشوفوا الإخوان، الحد ديالها راه فيه البودرة ديال السيما، شد على الطريق المعبدة بينها وبين مركز البرج كيلومتر ونص تقريبا، بينها وبين مدينة خنيفرة 7 كيلومتر. كما كتشوفوا الإخوان، أرض محفظة فيها 10 أكتار، محفظة تيتري وريقة تامريجلين. كما كتشوفوا العبار ديال الأرض الإخوان على الحد ديال الصبعة وغادي، وجاية الإخوان شد على واد أم ربيع، جاية شادة على واد أم ربيع الإخوان. النوافذ ديال الأرض الإخوان من الجهة الفوقانية طريق، شادة على الطريق معبدة، ومن الجهة التحتانية الإخوان جهة الواد، علي من جهة واحد الأرض ديال واحد السيد، واحد الأكتار ديال واحد السيد، وعلى اليسار جهة واحد الأرض أخرى جهة المركز ديال البرج. أنتم الإخوان الطريق الرئيسية كما كتشوفوا راه هي كتبان مليح. الأرض الإخوان منبسطة، مقادة وطا، يعني صالحة للفلاحة، صالحة للبني، صالحة لأي حاجة. كما كتشوفوا الإخوان، الناس صحاب الأرض كانوا كيديروا القمح، كيديروا الشعير، يعني ما كيتعطاوش لهادشي ديال الفلاحة ولا هادشي ديال الديسير ولا الشجر. معروضة للبيع الإخوان، منطقة فلاحية بامتياز، الماء، طريق، الضوء، قريبة لمدينة خنيفرة، قريبة بزاف لمركز البرج. هانتوما الإخوان، الأرض فيها 10 أكتار، بالنسبة للكتار الكتار مقسومة على جوج، 5 أكتار الإخوان شادة على الواد، و5 أكتار شادة على الطريق المعبدة، يعني 10 أكتار الإخوان قاسمهم ديك الطريق المعبدة، الطريق دلابيس قاسمهم على جوج، 5 أكتار من الفوق و5 أكتار من التحت، معروضة للبيع إن شاء الله. كما كتشوفوا شادة على الواد، فيها 10 أكتار الإخوان، 5 أكتار شادة على الواد، و5 أكتار شادة على الطريق من الفوق. أرض الإخوان مقادة وصالحة للفلاحة، صالحة لهادشي الديسير، هادشي ديال الشجر، صالحة للزيتون، صالحة لأي حاجة. الحدود ديالها الإخوان فيهم البودرات ديال السيما كما كتشوفوا، وشادة على الواد بحال الأرض اللي صورتها ديامات، يعني شادة على ديك الأرض اللي فيها 7500 متر، تقريبا نفس البلاصة نيت. هانتوما الإخوان، هذه فيها 10 أكتار. الأرض الأخرى الإخوان اللي لونسينا تقريبا يومين، هذه فيها 7500 متر، تقريبا جايين حدا. كما كتشوفوا الإخوان، شد على واد أم الربيع، أرض محفظة الإخوان، وفيها البودرات ديالها ديال التراساج ديالها ديال الحد ديال الأرض، فيها البودرات ديال السيما. كما قلت لكم الإخوان، بينها وبين خنيفرة 7 كيلومتر، بينها وبين مركز البرج 2 كيلومتر. أرض فلاحية الإخوان، 10 أكتار، 5 أكتار جات شادة على الواد، و5 أكتار الإخوان شادة فوق على الطريق. هانتوما الإخوان، 5 أكتار الثانية هي دابا كتبان الحد ديالها الإخوان، غادي 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 وطال حتى لذاك الراس ديال الجبيل، وهابطة الإخوان حتى لتحت. تمن ديال الأرض الإخوان، مول الأرض كيطلب 40 مليون، قابلة للنقاش. 40 مليون الإخوان، 40 مليون الكتار، وجات جنب الواد أم الربيع، معروف الإخوان مئات السنين هو فيه الماء تبارك الله، يعني ما فيه نقي وصالح للفلاحة. المهم الإخوان، الثمن 40 مليون، قابلة للنقاش للكتار، 5 أكتار، محفظة مدينة خنيفرة. السلام عليكم ورحمة الله.